السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي أينما كنتم مرحبا بكم في شرح جديد نقدم لكم على قناة سلسلة لقاء مع الموجهين قناة اللي عودتكم دائما على الجديد القناة دائما اللي كتحاول باش أنها تجاوب على الأسئلة اللي كتطرحوا بخصوص الجامعات المغربية المدارس والمعاهد وغيرها من الأشياء أصدقائي فقط بغيت ننبه لواحد الأمر اللي هو ضروري وضروري جدا وهو إذا دخلتوا للمنتدى الخاص بالقناة غادي تلقوني حطيت هذا البلاغ هذا البلاغ هو مزور وكانوا مجموعة ديال الناس اللي كيروجوا الأخبار اللي لا علاقة وصراحة خصنا نردوا البال من أي حاجة كتنشر حاولوا أنكم تأكدوا من المعلومات اللي كتقراو حاولوا أنكم تدخلوا المواقع ديال الجامعات وكذلك الكليات ولا المدارس والمعاهد اللي نتوما بغيتوا تسجلوا فيهم كذلك جميع الأخبار اللي كنحط لكم في قناة سلسلة لقاء مع الموجهين فهي كتكون أخبار موثوقة يعني من المصدر بالضبط عادة كنحطو لكم الخبر دونك هذه فقط غير نقطة باش ندوزو لحاجة أخرى وما تنسوش كذلك الأصدقاء ديالي باش أنكم تابنوا فاشين وتأكتفيو هاد الجزر ديال الجرس باش أنكم توصلوا بجديد الفيديوهات اللي نقدم لكم فقط وحصريا على قناة سلسلة لقاء مع الموجهين كذلك ما تنسوش انكم تدخلوا للموقع ديال القناه باش انكم تتابعوا جديد الاشياء اللي كنعرضوا لكم على الموقع حطينا مجموعه ديال الاشياء اخرها كان واحد البلاغ خاص بجامعه القاضي عياض حول التسجيل بالامتحانات دونك هذه لوكازيون باش انكم تعرفوا على جميع الاشياء اللي كنحطوا لكم وكذلك تعرفوا على الجديد ديال المواضيع دونك هنا احدث المقالات دونك اصدقائي في الحلقه قبل ما نطول عليكم فاحنا ان شاء الله تعالى دونك اصدقائي بلا ما نطول عليكم فهاد لاشين اللي كنعرضوا اللي كنعرض فيها مجموعه ديال الفيديوهات ان شاء الله تعالى فاحنا اليوم اختارينا باش اننا نهضروا على طريقه التسجيل في جامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء باعتبار ان مجموعه ديال الناس تيسولوني على طريقه التسجيل دونك حنا غادي ندوزوا مباشره لطريقه التسجيل غادي نسولوا غادي نجاوبوا على هاد الاسئله اللي نتوما سولتونا وحنا غادي نجاوبكم على هاد الاسئله دونك اول شيء اصدقائي كتبوا بريسكريبسيون يونيفرسيتي حسن 2 كازابلانكا وكندخلوا مباشره للموقع هذا الموقع اللي غادي حنا ديريكتومو في هاد الواجهه فهاد لابلاتفورم دي صراحة هي انتساب هو سميت لابلاتفورم وكتستعملها حتى الكلية ولا الجامعة ديال وجدة دونك أول حاجة أصدقائي هو بأن المرحلة إذا شتونا المرحلة ديال التسجيل فهي غادي دوز من 6 ديال ليزيتاب دونك حنا في ليطاب الاولى وقبل ما نبداو اصدقائي فهما الناس اللي عندهم الحق انهم يتسجلوا هنا فهما الناس اللي عندهم باك 2020 باك 2019 وباك 2018 وما تنساوش كذلك بان بزاف ديال الناس اللي وقع لهم مشكل ما تيبغيش يدوز لهم داك كود مسار دونك كود مسار الحرف الاول فيه تيتكتب ماجيسكول ها هو تيتكتب ماجيسكول عطيتكم النوع ولا واحد ليكزومبل ديال كود مسار اللي كيتقبل الا درتي هذا الحرف الاول مينيسكول راه ما غاديش يدوز ليك بعض المرات يقدر يدوز ليك ولكن غتلقى مشكل بالنسبه للناس اللي عندهم سي ان او السي ان او هو الرقم الوطني للتلميذ ولا للطالب دونك سي ان او ديما الا حضيتي مثلا باك في 2015 فكدير 15 هنا هي الاولى عاده كتبع على الرقم الوطني خديتي الباك في 2014 فكدير بلاصه 15 كدير 14 وكتبع على سميتو ولكن هاد لو سيت راه ما تيقبلش بعدا الناس اللي عندهم باك 2015 ولا سميتو هما محددين لكم باك 2018 باك 2019 وباك 2020 دونك كتب كود مسار ديالك هنا او ولا سين او ديالك وبعد ذلك دير سويفون دونك هنا لي برونش لي كاينين لي ديبلوم لي كاينين بزاف ديال الحوايج دونك حنا غادي نديرو سانسكريير هنا باش ان من بعد نشوفو ونختارو داكشي اللي حنا بغينا نديرو به دونك باشولي ولا ايتيديون ولا ايتيديون اترانجي ولا بروفيسيونيل دونك حنا باقيين يلاه باشولي هنا من بعد ما كتكليكي على باشولي راه ما تعطوكم مجموعه ديال الكليات اللي غادي تسجل فيهم ولا الا كنتي ايتيديون ديجا كتختار لانسكريبسيون في ليسونس بروفيسيونيل ولا لانسكريبسيون بروميير اني في الماستر يمكن تكليكي هنا مثلا تشوف مثلا الماسترات اللي كاينين دونك حنا باشولي ما غاديش نمشيو نتعمقوا في داكشي غادي نشوفوا فاكولتي دي سيونس ديال بنمسيك باش اننا نمشيو نتسجلوا فيها ديريكتومون الا عندكم لا بوسيبيتي باش انكم تسجلوا في لا بلاتفورم ديال عين الشوق راه ما فيها باس بغيتو تسجلوا في لافاك ديال الحقوق راه هي اللي كاينه ديال عين السبع
كاينه ديال عين الشق وكاينه ديال المحمديه وكاينه كذلك فاكولتي ديال تريديسيونس زومين ديال عين الشق كاينه ديال بن مسيك كاينه ديال المحمديه وكاينه كذلك ديال لافاك ديال السيونس ديال عين الشق دونك هنا بزاف سميتو دونك حتى اللي كان في المحمديه راه تابع حتى لجامعه الحسن الثاني دونك حنا غادي نديرو فاكولتي ديال السيونس بن مسيك كازابلانكا وبعد ذلك كتشوف هنا عندك لي كونديسيون داكسي يمكن مثلا تجي لهنا مثلا تشوف دونك هنا لي كونديسيون داكسي ها هما مثلا هنا اكسي اون بروميير اني دو ليسونس فوندامونتال دونك هادو هما لي برونش اللي كاينين هما لي تيب زعما ديال البيكا اللي كاينين وكل باك عنده الحق انه يختار مثلا الشعاب اللي عنده الحق فيها دونك هنا الروافد دونك هنا بن مسيك مولاي رشيد عين السبع حي محمدي سيدي برنوصي محمديه مديونه نواصر دونك هادو هما اللي عندهم الحق انهم يتسجلوا في لافاك ديال بن مسيك كليه العلوم ولا حتى كليه ديال الادب هادو هما اللي كيتسموا الروافد دونك لي موداليتي دانسكريبسيون دونك هنا هادو هما الوثائق اللي خصك تجيب باش انك تسجل تسجيل الفعلي طبعا يمكن دير لهم بحال هكا كوبي ويمكن تفتحوا مثلا واحد بلوك نوت باش انك تبقاو عاقلين عليهم لا لي دات امبورطونت باقي ما محددينش راه باقي مع كورونا باقي حتى شي حاجه ما اكيده كما قلت لكم اصدقائي بعد ذلك كترجعوا لديك الواجهه ديال الاول وكتكليكيو على انسكريبسيون دونك لي زيليف ديزيرون سانسكريب تا 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 كتكليكي هنا كليكي ايسي بعد ذلك كترجع لهذاك فين بدينا في الاول نفس الشيء وكتكتب هنا كود مسار ديالك بعد ذلك كتكليكي على سويفون وكما قلت لكم بان كود مسار خصو يكون الحرف الاول فيه يكون ماجيسكول وبان الناس اللي عندهم الحق انهم يتسجلوا هما الناس اللي عندهم باك 2020 باك 2019 وباك 2018 انا غادي ندخلوا كود مسار وبعد ذلك غنكليكيو على سويفون وكما كتشوفوا بان عمليه التسجيل فهي كتمر بسته ديال المراحل الاساسيه اصدقائي غادي نكون ندخل كود مسار وغندير سويفون ونمشيو ليطاب الثانيه ان شاء الله تعالى اصدقائي دونك اصدقائي لي طاب الثانيه اصدقائي هي انك تختار فاكولتي دي سيونس بن مسيك اوتوماتيكمون بعد ما دخلتي كود مسار ديالك فهما اوتوماتيكمون تيحددوا لك لي طابيسمون فين عندك الحق انك تجي كدير سويفون هنا من بعد كتختار لي فيليير اللي عندك دونك كاينين بزاف ديال لي فيليير عندك هنا سيونس دو لا ماتيير فيزيك يعني اس ام بي ولا سيونس دو لا ماتيير شيمي الاس ام سي سيونس دو لا في يعني هنا فيزيك هنا شيمي هنا بيولوجيا هنا الجيولوجيا وهنا كذلك سيونس ماتيماتيك انفورماتيك اي ابليكاسيون دونك مات انفو حنا غادي نختاروا بطبيعه الحال غادي نختاروا فيزيك وبعد ذلك غادي نكليكيو على سويفون اصدقائي من بعد ما كنختار الشعبه اللي بغيت ندير فكتنبات قليه هاد الواجهه اللي فيها مجموعه ديال المعلومات الشخصيه الخاصه بيا دونك كتشوفوا هنا كود مسار لونون ديالي تاتاتا الاسم بالعربيه الاسم بالفرنسيه كل شيء هادشي حنا غادي نهبطوا لتحت ونشوفوا الى خاصة شي كاز خاويه اصدقائي بقات لينا هنا سي ان او ديالنا يعني رقم بطاقه التعريف الوطنيه وهنا كتحدد الجنس ديالك اف فيمينا ام ماسكولين دونك حنا نديرو ماسكولين هنا تاريخ الازدياد ديالك هنا لا فيل فين لا فيل دو نيسونس هنا كتختار هنا خصك تكتبها تمشي لاكارت وتكتبها هنا كذلك نفس العمليه غادي ديرها مكان الازدياد بالعربيه هنا كذلك باي دو ناسيوناليتي حنا غنديرو ماروك ها هو ادريس كدير لادريس ديالك هنا سويت الا كانت لادريس ديالك طويله فكتجي لهنا وكتعاودها سويت دو لادريس الا كانت ثاني طويله كاع ماكسيموم 30 كاركتر كتجي ثاني تعاود تكتب هنا كود بوستال كتحدد هنا لو كود بوستال ديال المدينه ديالك ما عرفتو فكتخليها خاويه ولا كتقلب على انكوني دونك راه اوتوماتيكمون غادي تعرف الا ما لقيت كاع سميتو راه غادي تعرف ولا غادي تخليها خاويه دونك غتخليها خاويه كما هي ولا تعمر ضروري خصك تعمرها صراحه هنا رقم الهاتف ديالك هنا الايميل ديالك هنا مويان دو ترونسبور اشنو كتستعمل انت نيميرو دي ليني سي باري اونديكاب واش كتحدد على اونديكاب ولا لا الا ما كانت كدير اوكا وكدير لي زاكتيفيتي سبورتيف
اكتيفيتي سبورتيف يعني الانشطه الرياضيه دونك كدير هنا اني دوبتونسيون ديال الباك بطبيعه الحال غادي ديال الباك في 2020 السيري ديال الباك ديالك ديجا محدده فيليير فيزيك شيمي عندنا المونسيون باش غادي ديال الباك كتحدد لنا ولا باسابل مقبول ولا مستحسن ولا حسن ولا حسن جدا دونك حنا غنديرو باسابل لي سي دوبتونسيون ديال الباك ولا يمكن انك دير اسي بيان ولا يمكن انك دير بيان دونك حنا غادي نخليوها في بيان دونك لي سي دوبتونسيون دي باك دونك هنا غادي تشوف فين غادي دير الباك يعني غتكتب هنا بروفانس ديال الباك يعني الاقليم ولا الاقليم اللي فين خديتي الباك سيدي برونسي زناتا وبعد ذلك كدير سويفون. في المرحله الخامسه اصدقائي هي معلومات معلومات متعلقه ب امو يعني اسيورونس مالادي اوبليغاتوار هنا سيتوياسيون فاميليال دونك هنا سيتوياسيون الحاله العائليه ديالك وسيليباتير يا عزيب ماري متزوج ديفورسي هو مطلق ولا طالق دونك فوف ولا فوف هو ارمل ولا ارمله دونك حنا نديرو سيليباتير بعد ذلك كتمشي المعلومات متعلقه ب المعلومات البنكيه دونك الى عندك واحد شي كونط في البنكه فكدير وي وكتكتب الريب ديالو هنا الريب هو يمكن انكم تمشيو للاجونس وتقلبوا عليه ولا عندكم لابليكاسيون غادي تقلبوا في دوك المنيو وغادي تلقاوه دونك حنا غنديرو نو هنا كيقول لك انفورماسيون سور بير دونك معلومات حول الاب دونك جي سي اي ان دو بير وي وكدير هنا النيميرو ديال لاكارت ديالو دونك نوم دو بير دونك كدير هنا سميتو دونك الى ما عندك هنا كدير الاسم ديال الاب ديالك ولا اوتوماتيكمون دير هنا النيميرو ديال لاكارت ديالو بعد ذلك لا دو نيسونس دونك انت ما غاديش ديرها هنا كدير بير اون في دونك الاب على قيد الحياه دونك الى ميت كدير نو وكدير هنا التاريخ ولا التاريخ والشهر والسنه فين مات دونك اليوم والشهر والسنه والى باقي حي فكدير وي كتمشي كذلك المعلومات المتعلقه بالام وكدير حتى هي عندها لاكارت ناسيونال ولا عندي جي سي ان دو لا مير دونك كدير وي وكتكتبو هنا الى ما عندكش البيبي ديال الام فكدير الاسم العائلي ديالها هنا وكدير الاسم الشخصي ديالها هنا وبعد ذلك كدير تاريخ الازدياد هنا وكذلك الام واش باقي على قيد الحياه ولا متوفيه دونك الا كانت باقيه على قيد الحياه كدير وي الا كانت ميته ولا متوفيه كدير نو بعد ذلك كتمشي المعلومات خاصه ب لا كوفيرتور سوسيال هي التغطيه الاجتماعيه سي فوزيت انسكري الامو يعني اسيورونس مالادي اوبليغاتوار كدير هنا جي ديجا اون كوفيرتور سوسيال الا كانت كدير وي الا ما كانت فكدير نو الا درتي وي خاصك دير السميه ديالها هو السينيسيس ولا كلوبس ولا سند ولا غيرها دونك هنا تيعطوك مجموعه ديال هاد لي كوفيرتور سوسيال لي نون ديال لي كوفيرتور سوسيال دونك انت غادي تختار الا ما عندك فخليها دير نو وبلا ما تعيي راسك باش انك تكتبي تمشي تكتبها بعد ذلك كدير سويفون اصدقائي ونمشيو للمرحله الاخيره في المرحله الاخيره اصدقائي هو انكم غادي ديروا التصويره ديالكم هنا دونك وكاين مجموعه ديال المعلومات اللي خصكم انكم تعرفوهم بوا نو دي باس با 1 ميغا يعني التصويره ديالك ما خصهاش تفوت 1 ميغا لي فورما اللي هما مقبولين يعني ما فوتو ديدونتيفيكاسيون كوم سيل دو لا كارت ناسيونال او باسبور كوم اكسبليكي سي دونك ما تكونش التصويره ديالك مصوره في شي جرده ولا في شي قهوه ولا في شي بلاصه اخرى تكون التصويره بحال ديال لا كارت ناسيونال بحال ديال الباسبور يعني عاديه جدا تصور مع شي خلفيه بيضاء ولا خلفيه زرقاء ولا خلفيه غريز ولا المهم كما كانت يعني ما تكونش مصور شي جرده وتكون تصويره عاديه دونك لي تيب ديال التصاور اللي مطلوبين مطلوبه جي بي جي او ومطلوبه جي بي جي هادو هما السيار اللي هما مطلوبين لي ديسان فوتو دارتيست فوتو افيك دي زونفون فوتو دي بيرسوناليتي او فوتو
فيديو سون ريفوزي دونك تصور مع ولدك ولا تصور مع شي ارتيست ولا تصور مع شي بيرسوناليتي وشي فوتو شعبيه ولا داكشي راه ما مقبولش دونك اريير بلون اون سول كولور كلير دو بريفيرونس بلون دونك تيقولك بان ديك لا كولور اللي غتكون غتكون كلير عاديه ويستحسن انها تكون بيضاء position de face يعني بحال لا كارت اللي ما خصهم ضري يديروا كل كعويناتك دونك خصهم يبانوا cheveux il ne faut pas que les cheveux cachent une partie du visage donc الا عندك الشعر طويل فما خصش الشعر ديالك انه يغطي واحد لا بارتي في الفيزاج ديالك دونك هادو هما المعلومات الخاصه بالصور دونك هنا اصدقائي كتجيو لهنا وكديروا enregistrer ou là qu'à dire ajouter ma photo donc il y a quatre clics et là ou quatre clics la photo directe là ou quatre ou quatre c'est pas directement أصدقائي هنا في هذه المرحلة فأنا تقول لك أنك خصك تختار ضروري الرونديفو فين غادي تمشي تسجل دونك هنا بالنسبة لنا تعطوك لك محاولة غيستون يعني فاش تختار هذاك التسجيل ولا باش تختار الرونديفو ديالك عندك محاولة واحدة دونك هنا كدير ميركودي ولا مغدي ولا جودي فين كتختار الرونديفو في شوازير اتونتيفمون لو رونديفو شوازير ان سيونس في فو بريزونتي اون اور افون دو لانسكريبسيون دونك اختارينا حنا هكا ندوزو لهنا هادو هما الوثائق اللي خصك تجيب معاك هنا كليكي بوغ هنا لو بريزون فورمولير امبريمي دونك كليكي هنا باش انك تليشارج داك الوصل ديال التسجيل دونك هنا هادو هما اللي خصك تجيب باكالوريا اوريجينال بلس 4 كوبي ليغاليزي فوتو ديدونتيتي 3 ديال التصاور 4 ديال لي زونفلوب تامبري جوج كوبي ليغاليزي دو لا كارت ديدونتيتي ناسيونال واحد ليكستري داك دو ليسونس داتي دو موان دو 3 موا يعني ما يفوتش 3 ديال الشهور donc reçu de l'assurance donc وصل ديال التامين donc يمكن تدو معكم الملف الصحي كذلك يمكن تطلبوا لكم ومن بعد كما كتشوفوا هذا هو الرسي ديالنا الرسي ديال التسجيل اللي كيحمل مجموعه ديال المعلومات الخاصه بنا الصوره ديالنا بالاضافه كذلك المعلومات الخاصه بليزيتود ديالنا ومجموعه ديال الاشياء دونك كخطوه اخيره هو كنديروا امبريمي باش اننا نحفظه وكذلك باش اننا يبقى عندنا وانتم معنا ملي بنتجو ان شاء الله تعالى دونك حنا غنديروا امبريمي